السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مجددا على قناة طنجاوية في ديون. كنتمنى يلقاكم يا ربي هذا الفيديو في احسن الاحوال، وعشركم مبروكة مجددا في اطار وصفات الخاصة برمضان. كنقترح عليكم هذه الوجبة، هذه صلاح تكون كعشاء او سحور. كيف ما سبقتوا شفتوا في الاول، دجاج بالخضر غادي نعملو بالعطريه هنديه، تندوري او مساله كيقولوا لها هنا، واللي ما عنده شيء يقدر يستعمل اي عطريه ديال التوابل، ولكن هذه كيجي اللون ديالها احمر شويه، وحتى المذاق ديالها كيجي مختلف على اللي متعودين عليه. وكنتمنى يا ربي يعجبكم هذا الفيديو، وما تنساونيش دائما التشجيعات ديالكم والتعليقات وجيم ومشاركه في القناه. اللي مازال ما مشتركش يشترك، وشاركوها مع الأصدقاء ديالكم. وشكرا جزيلا على حسن التتبع، ونبدأ على بركة الله. والمقادير اللي كتشوفوا أمامنا هي هذه العطرية ديال التندوري، معها قليل من الفلفل الأحمر، شوية ملون غذائي، عندنا جوج بصلات وثلاثة ديال الفصوص ديال الثوم، باقة من قزبر والمعدنوس، تقريبا واحد نص كيلو ديال البطاطا صغيرة مع ثلاثة ديال الجزرات، والدجاجة من فئة كيلو. مهم هذه اللي غادي تقدر طيب، انا طيبة في الكوكوت خاصها تكون كبيرة شوية، مهم ما تكونش فايتة كيلو. لو كنتو عادي تشويوها في العافية تكون هادوك ديال الشوا كيكونوا فتيل، باش كيجيو فتيل. قسمتها من الظهر ديالها على هاد الشكل هذا كما كتشوفوا. اول حاجه كنتقلوا ليلى، هي كنوجدوا شرموله والترميله اللي غادي نمرنيو فيها الدجاج. عملنا التندوري مع قليل من الزعفران او الملون الغذائي، عندي قزبر يابس، شويه ديال خرقوم مع سكينجبير ملحه، شوية ديال زيت الزيتون وزيت المائدة عندي مخلطين، تقريبا ملعقتين. كنمزجو الخليط مع بعضه، هنا كنت استعملت حتى شوية ديال الثوم يابس. من بعد كنجيبو الدجاجه وكنشرملوها على هذا الشكل هذا، كنحاولوا ندخلوا معها شرموله في الجوانب ديالها مع الرجلين ديالها، المهم على كامله كندخلوا فيها شرموله. بالمناسبه هاد العطريه هادي كيجي فيها مذاق رائع جدا، ان شاء الله الا جربتوها غادي تعجبكم. نبدلوا شويه من التوابل اللي موالفين كنستعملوها ديال العطريه ديال الدجاج اللي كيستعملوا مغاربه كاملين. المهم حتى هادي كتجي مزيانه، ان شاء الله تجربوها تعجبكم. مهم كيف ما كتشوفوا كنحاول ندخل معها هذيك التوابل في الجناب ديالها ومن الداخل مع جهه الصدر خصوصا، هاد الشكل هذا كنحاولوا نعملوا شي ثقب وندخلوا العطريه اقصى حد. المهم انا عملتها في هاد البواطه هادي باش من بعد نخليها واحد المده باش تدخل فيها هذيك التوابل مزيان يدخلوا فيها، نضيف عليها هذيك الخضر كذلك باش يتنسمو حتى هما،
ودي نقفل عليها ونخليها واحد مده ديال ساعتين اولا حتى اربعه سوايع. الا كنتو ما محتاجينش بها في هذاك النهار تقدروا توجدوها بالليل وتخليوها مرقده في الصباح عاوتاني طيبوها ان شاء الله. المهم كنضيف عليها الخضره على هذا الشكل هذا، من بعد نغطيو عليها ونخليوها تشرب هذيك العطريه مزيان. هي حاولت نخلي الخضر من تحت نحط عليهم هذيك الدجاجة. المهم كنقفلوا عليها مزيان على هذا الشكل هذا. كندوزو نقطعوا البصل، قطعته على هذا الشكل ديال الشرائح. اما بالنسبه للثومه كنعسوها مزيان. هنا كندوزو كنحطو ديك كنوضعو شويه ديال الزيت هذاك اللي كان بقى لنا في القاع ديال الكوكوت، كنزيد عليها شويه ديال العويدات ديال قزبر المعدنوس اللي سبق لي استعملت. من بعد كنصفو البصل على هذا الشكل هذا. هاد الطريقه غير باش كنتفادوا ما تلصقناش البصله في القاع ديال الطنجره. المهم كنوضعو على هذا الشكل هذا البصل اللي عندنا كامل. المهم هي الخضر اغلبيه على حسب عدد الافراد الاسره وعلى حسب الذوق، تقدروا تزيدوا بصله تقدروا تنقصوا. المهم كنزيدوا كذلك هذيك الثوم اللي عصرناها. والربع كذلك اللي كنا قطعناه. كنوضعوا الخضر هي الاولانيه باش كطيب. هاد البطاطا انا عندي خاصه بالفران، ولكن تقدروا تستعملوا اي بطاطا غير ما خصهاش يطيب بزاف باش كتبقى شابره في راسها. المهم كنوضعوها على هذا الشكل هذا، كنحاولوا نوزعوا على جميع الاطراف. من بعد كنوضعوا الدجاجه ديالنا على الشكل هذا. تيجي الظهر ديالها لتحت ووجهها الفوق. انا كنفضل نطيبها في الكوكوت بهذه الطريقه هذه باش كطيب معنا الدجاجه مزيان وما كيجيناش فيها الدم ولا خضره من داخل، وما كنعملولهاش المرق بزاف. كما كتعرفوا ان الخضر والبصل كيطلقوا الماء حتى هما، كتطلق المرقه ديالهم. المهم كيف ما كتشوفوا على هذه الطريقه هذه. بالنسبه للعطريه هي هذه اللي استعملت، وكنشدوا عليها حتى كتصفر الكوكوت معاكم واحد 20 دقيقه. من بعد كتخليوها تبرد وتحلوا عليها وتنقلوها للبلاطو اللي كيدخل للفرن على هذا الشكل هذا. كما كتشوفوا طلقات المرقه ديالها. هاد المرقه كذلك غادي نستعملوها. كنحيدو الجداده هي الاولى والدجاجه. من بعد كنستفو الخضره في بلاطو ديال الفرن على هاد الشكل هذا. نحاولو نوضعو البصل هي الاولى والخضر في الجانب.
المهم هي كتبقى وصفه جد مغذيه وسهله في نفس الوقت، ما كديش معكم بزاف الوقت، ومزيانه حتى اللي عنده الوليدات صغارين ياكلوا الخضره بهذه الطريقه. هذه كتمشى بزاف، كلشي كيعجبو ياكل الخضره. المهم كنحطوا هذيك الدجاجه على هذا الشكل هذا، من بعد كنصب عليها داك المرق اللي بقى لنا من الجناب. باش ملي كندخلوها الفرن كتجي تعسل معنا المرقه، ما كتجيش ناشفه. ودائما ما تنسونيش من لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش ان شاء الله يوصلكم كل جديد. هنايا هذيك العطرية التندوري كنزيد عليها شوية ديال الزيت، بها كندهن الدجاجة باش كتحمر معنا وكتاخد ديك اللون الذهبي. المهم كنستمروا كندهنوها على هذا الشكل هذا باش كتحمر معنا كامله وكتعطينا واحد اللون مزيون في الاخير. المهم كنتمنى هذه الوصفه تعجبكم وتجربوها. يعني سهله وبسيطه، يمكن لكم تستعملوا حتى نصف دجاجة ماشي مشكل، المهم على حسب عدد أفراد الأسرة. كندخلوها من بعد ما كملنا كندخلوها الفران اللي يكون مسخن من قبل على درجه 220 درجه. كما كتعرفوا بلي ان كل شيء طايب غير باش يتحمر وصافي. كنخليوها 21 دقيقه الفران، من بعد كنخرجوها على هذا الشكل هذا. كما كتلاحظوا جات تبارك الله غزاله، تستحق تجربوها. وكنتمنى الفيديو ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، وكنعاود نجدد الشكر للجميع. وما تنسونيش من الجيم واشتراك ومشاركه القناه ان شاء الله باش تكبر. وبالتوفيق للجميع، وبشر مبروكه ورمضان كريم ان شاء الله عليكم. في امان الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.